مشاهدينا رجعنا حضراتكم على الهواء مباشرة، وهنبدأ فقرتنا خليك إيجابي الحقيقة. وطبعا منورينا في الاستوديو مجموعة من الشباب هيعرفونا برضو على النشاط اللي هم بيقوموا بيه. عندهم أهداف كتيرة جدا الحقيقة، وعندهم أفكار مختلفة. لأول مرة الحقيقة هينورونا هنا في الاستوديو، وأول مرة هيوصلوا الرسائل اللي عايزين يوصلوها لغيرهم من الشباب. بس قبل ما نتعرف عليهم تعالوا سريعا نشوف فقرة خليك إيجابي، وهي فقرة جميلة جدا الحقيقة، وإلى حد كبير بتعرفنا على النواحي الإيجابية اللي موجودة في الشعب المصري. احنا الحقيقة عايزين نتعرف على شبابنا اللي موجودين في الاستوديو. الحقيقة هم شاركوا في مسابقة إبداع 8 بالتحديد. المسابقة دي بتنظمها وزارة الشباب والرياضة. الشباب دول أبدعوا في مجال جديد تماما، وهو مجال النحت والجرافيك. وهنتعرف إزاي تم ترشيحهم للمسابقة. وطبعا معانا روشان علاء الدين، وهي بتدرس طب أسنان. أهلا بيك يا روشان. وكمان معانا هشام ياسر، وهو ياسر صح كده، حسام ياسر، وهو بيدرس هندسة عمارة. انتوا الاثنين شاطرين جدا الحقيقة. رحت قال محمد قال لي لا انا مش زيهم، انا تجارة صح كده. لا بس هم معلومة صغيرة، كنت في هندسة الاول كان حاجة تجارة. احنا منورينا طبعا شبابنا الاعزاء اللي هيكلمونا عن المجال اللي هم حاولوا ان هم ياخدوا جوائز فيه، وكمان يقدروا ان هم يبدعوا فيه. تعالوا سريعا ناخد فقرة خليك ايجابي، ونشارك برضو المجموعة من الشباب اللي معانا لو عايزين يعلقوا معانا اللي هنبدأها حالا مع حضراتكم، هتطلع معانا على الشاشة. مشاهدينا رجعنا حضراتكم على فقرة الحقيقة خليك إيجابي، وهنشوف مع بعض فقرتنا، وهي عبارة عن صورة وتعليق. هنشوف صورة من الشارع المصري الحقيقة، وهنعلق عليها مع بعض ونشوف السلوكيات الإيجابية للشعب المصري. نقدر حالا نشوف الصورة على شاشتنا، وبعديها نعلق على الصورة اللي معانا. ودي الصورة الحقيقة اللي معانا، وعنوانها سريعا كده او ناخد بينها بعض الكلمات. وشباب المعادي بيوزعوا دونتس وكنافة بالشوكولاتة على الصائمين. طبعا الحقيقة دي الى حد كبير كوميدية جدا الصورة دي، ومضمونها بيقول ان الشعب المصري معروف بخفة الدم، ومعروف بالكرم، ومعروف بكرم اخلاقه كمان. ودايما بنشوف ساعة الفطار او ساعة المغرب، الحقيقة ده المغرب اللي ما بيلحقش مننا يروح البيت، بنلاقي شباب موجودين فعلا في الشوارع. بس احنا متعودين ان بيوزعوا تمر او قمر الدين او كركديه. المرة دي حاولوا ان هم يغيروا التقليد ده الحقيقة، وهو ان هم يوزعوا دونتس. احنا طبعا عارفين كعكة الدونتس دي بتكون عبارة عن ميني دونتس اللي هم بيوزعوها شباب المعادي على طبعا الصائمين في الشوارع وقت الفطار. طبعا ده ان دل على شيء يدل على كرم طبعا شباب المعادي والشعب المصري ككل. ودايما بنقول ان الشعب المصري الحقيقة مختلف في كل حاجة، عشان كده عندنا رمضان دايما بنلاقيه مختلف عن باقي بلدان العالم كله، رغم ان احنا في زمن الوباء وزمن الكورونا، لكن الشعب ده ما خافش، او الشباب دول ما خافوش، وفضلوا فعلا متواجدين في الشوارع المصريه. ايجابي الحقيقه، بنشجع دايما شبابنا الاعزاء ان هم دايما يعملوه. بنلاقيه الحقيقه مش بس في المعادي، بنلاقيه في كل شوارع مصر الحقيقه، مصر الجميله. وده اللي معروف بشبابنا الاعزاء، بنحييهم وبنقول لهم دايما من نجاح لنجاح. تعالوا بقى سريعا نلتقي مع ضيوفنا الموجودين معانا في الاستوديو، ونشوف نتعرف على روشان. اهلا بيك يا روشان. عرفينا الاول على دراستك، بتدرسي ايه؟ انا بدرس طب اسنان في جامعه المستقبل فيوتشر يونيفرسيتي في سنه ثالثه طب اسنان. هايله. اخترتي المجال ده ليه؟ الجامعه عندنا كانت بتنظم كل سنه زي خيمه كده بيبقى فيها كذا يعني ورش كتيره جدا، فمنها كان في ورشه الجرافيكس دي. فانا جربت في سنه اولى ويعني حبيتها من سنه اولى، بقى فضلت تانيه تالته مع دكتور صلاح المليجي. خلاص يعني حبيت اللاين والحفر على الجلد وكده، فحبيت الجرافيكس يعني من وقتها وخلاص.
كلمينا كده عن التشابه بين المجال اللي انت بتعملي فيه وهو طبعا اللي بتدرسي فيه موهبتك وهو النحت والجرافيك والمجال اللي انت بتدرسيه. اكيد ده فن وده فن، بس ده فن بنوع مختلف شويه. احنا هنا بنطب اسنان، اسنان، ومحتاجين نكون برضو ايد ايد فنان يعني. صح، اللي بتكون دايما الطبيب لازم يكون ايده اكيوريت جدا او دقيقه جدا، ان هو فعلا ممكن يضيع حياه المريض كلها يا اما فعلا يبرز نفسه ان هو دكتور شاطر او دكتور فعلا متميز. كلمينا كده عن الناحيه المختلفه والناحيه الكومن او الناحيه اللي فعلا لقيتي نفسك فيها ان فيها تقارب شديد بين المجالين. بصي، هي الفكره كلها وصلتك هنا فعلا على الهواء وانت بتشتغلي في المجال بتاعك. هنا كنت بحبر بقى يعني، اللي هو لسه بقى في مرحله التحبير. هي الفكره ان السنان عامه الاثنين يعني ده حفر وده الى حد ما نحت، فهم مش شبه بعض، بس الاثنين بيتطلبوا ان لا لازم تبقى ايدك سنسيتيف وتبقي اكيوريت وتبقي واخده ايدك كويس جدا. يمكن انا لسه يعني ما مارستش حاجه زي دي قوي في اسنان عندنا، لان انا في سنه ثالثه لسه السنه الجايه بقى اللي هنبدا شغل براكتيكال اكتر على بيشنتس. انما دلوقتي احنا كله شغالين ايه بره اسنان البني ادم. لسه هتتخصصي اكتر بعد كده؟ بس يعني الاثنين فعلا محتاجين فن، وانك تبقي عارفه بتعملي ايه وواخده بالك بخطوات معينه بالمقاسات محتاجين احساس يعني، تبقي سنسيتيف. اكيد. اول مره تعرفتي فيها على المسابقه دي كانت طبعا من الجامعه بتاعتك، صح كده؟ مين اللي شجعك انك تلتحقي بالمسابقه؟ طبعا بابايا ومامتي يعني، والدي ووالدتي هم يعني اكتر دعم ليا في اي حاجه، ودكتور صلاح المليجي ودكتورة أمل شهاوي ودكتور هاني لشقر. يعني هم كانوا دايما في ظهري في أي حاجة وبيشجعوا وحتى بيدوني أفكار وإزاي لأ وتتكلمي يعني في كل حاجة هم معايا. هايلة. هنروح بقى لحسام، وانت طبعا بتدرس هندسة، وبرضو انا عايزة اعرف انت التحقت الاول بمجال الهندسة ليه؟ مين اللي شجعك انك تلتحق بيه؟ وبعد كده نتكلم عن المسابقة. وانا في البداية خالص من زمان يعني انا بحب الرسم من ابتدائي وكده، وخالتي رسامة وكده، ووالدي كان بيصور وكده، فالفن عندنا موجود في العيلة يعني من زمان. فترة اعدادي وكده كنت بتعلم بقى فوتوشوب وازاي اركب وز على وش فيل والكلام ده كله. فالكلام ده كان بيساعدني بقى في التصميم والتكوين وازاي اختار الكادر وازاي احط العناصر جوه اللوحة يعني وكده. بعد كده بقى بعد دخلت هندسة عمارة ساعدتني جدا بقى في مجال الرسم طبعا، بس اكتر حاجة ساعدتني في الرسم هو الورش الفنية. في دكتور اسمه دكتور مراد درويش، هو دكتور في فنون جميلة الزمالك قسم تصوير، بيدي ورش فنية طبيعة صامتة وبورتري وفيجر ومناظر طبيعية وكده. فانا اشتركت في الورش بتاعته وحضرت كذا حاجة. بعدها بقى بعد الورش يعني حاولت اكتشف نفسي بقى وادوس لوحدي في سبيل ان انا اكتشف شخصيتي الفنية وكده. بس انا عايز اعرف، هل دي اول مره انت تلتحق بمسابقه؟ اول مره لك مين اللي شجعك انك تلتحق فيها؟ يعني مش اي حد بيكون بيدرس على فكره الهندسه بالذات ويحب انه يدرس او يحب انه يشترك في حاجه تانية، بيكون مركز كل تركيزه في انه بس يدرس المجال بتاعه، لان المجال ده صعب ومحتاج تركيز ومحتاج دراسه ومحتاج كل وقتك يكون رايح للهندسه كلها او لدراسه الهندسه. جات لك الفكره منين او جات لك الجرأه بقى منين؟ مش الفكره، الجرأه منين انك فعلا تروح مسابقه زي دي وتلتحق بيها؟ هو اصلا هندسه عماره يعني فنيه جدا يعني، مش هندسه عماره مش هندسه بس، هي فيها جزء فني جدا. فهي هندسه عماره والفنون، الفنون التشكيليه مرتبطين الاثنين ببعض. صحيح. فما كانش فيه اللي هو مركز قوي في عماره، لا انا مركز في الاثنين عادي. ومفيش حد يعني يشجعني قوي، انا شفت الاعلام فدخلت والحمد لله اشتركت. بتوازن ازاي كنت بين الدراسه وبين الالتحاق بالمسابقه؟ هو الموضوع صعب شويه، بس انا بحاول يعني لغايه دلوقتي لسه ما يعني ما قررتش اكمل في 100%، بس انا بحاول اوازن بين الاثنين، بين الدراسه وبين الحاجه اللي انا بحبها. هي. احنا عايزين نعرف طبعا شروط المسابقه للالتحاق بيها، وهل بس بتقتصر لفئه عمريه معينه او بس اللي لسه بيدرسوا في الجامعه يعني او المدرسه؟ شروط المسابقه هل فعلا انتوا تجاوزتوها او كنتوا فعلا على الاطار الخاص بالمسابقه يعني سنكم مناسب ليها؟ هي المسابقه لطلبه الجامعه فقط. المسابقه بيتقدم ليها مئات يعني او مئات من الشباب على مستوى الجامعات يعني، على مستوى الجامعات المصريه كلها. وبعد كده بيبقى في فرز في اسكندريه في الاول. في اول فرز خالص بيبقى في مئات الاعمال، وبعد كده بيصطفوا اول 10 اعمال من المئات دي كلها وبيتم عرضها في
وزاره الشباب والرياضه وبعد بيصطفوا العشره وبيصطفوا خمسه وبعد كده بيصفوها الثلاثه الاوائل بس هي. فبيبقى فيه يعني التعديه للحاجات دي. جميل. انا لسه بقى هتكلم طبعا على المراكز اللي انتوا حصلتوا عليها بس هاخد محمد. ومحمد ما نقدرش طبعا في حاجه قلتها لنا في الاول ما نقدرش نعديها وهي ان انت كنت في مجال الهندسه زي حسام وبعد كده نقلت على تجاره. عايز اعرف ايه اللي حصل؟ لا هو انا مجال الفن انا يمكن مختلف عنهم شويه. انا بادئ مجال الفن من بدري يعني الحمد لله. كان من حسن حظ ان انا في المدرسه الثانوي كان المدرسه بتاعتي دكتوره في تربيه فنيه فخدت مجال الفن من بدري قوي وانا صغير يعني فكنت حابب مجال الفن في ثانويه عامه. الحمد لله ربنا كرمني مجموع كويس دخلت كليه هندسه بس طبعا زي ما حضرتك قلتي من شويه الهندسه صعب انك توفقي بينها وبين اي حاجه ثانيه فقررت اختار موهبتي او الهوايه بتاعتي يعني ان انت بتحب ان انت تعمل موهبتك اكتر فحاولت والحمد لله بقى من ساعه ما حاولت تجاره يعني معظم مسابقات الجامعه عندنا في جامعه عين شمس او معظم مسابقات على مستوى وزاره الشباب والرياضه او كده الحمد لله بشارك فيها يعني هايل الحمد لله. عرفني كده الحاجه اللي انت شاركت بيها في المسابقه والمركز اللي انت حصلت عليه. تمام. انا شاركت في مجال النحت. المسابقه بتبقى مقسومه جزئين جزء متخصص وجزء غير متخصص. المتخصصين دول هم جامعه تربيه فنيه وفنون جميله وفنون تطبيقيه غير متخصص بقيه كليات مصر. انا كنت مشارك في النحت في مجال غير المتخصصين طبعا وحصلت على المركز الثالث. هايل. انا عايز اروح بقى لروشان. طبعا انا دايما متحيزه للبنات جدا ومبسوطه بيكي جدا الحقيقه ان انت اقول دكتوره بقى دكتوره روشان. عايز اعرف الحاجه اللي انت برضو شاركتي بيها كانت ايه. انا شاركت جرافيكس برضو فنون غير متخصص. الجرافيكس عامه يعني هو فن الحفر والطباعه بس طبعا بيعتمد على انك انت بيبقى في عند حضرتك حكايه بتحكيها عن طريق اشكال خطوط رموز تراكمية. طب الحكاية اللي انت حاولتي تحكيها. انا حكيت حكاية يعني حكاية يعني إيه كبيرة جدا. هو كانت الفكرة بتاعت الخيمة عن افريقيا. فيعني هي كانوا عايزين يعني سواء كل الورش لازم كلنا نعمل حاجة عن افريقيا. فانا عملت قارة افريقيا فيها من تحت خالص في القارة يعني القارة هي الاساس قارة افريقيا. حطيت الام اللي هي الست الافريقيه وحطيت ان هي زي ما تكون بتطبخ في اناء وبعدين طالع بقى من الاناء ده كل الرموز هي دي الرسمه الافريقيه. صح كده. الله بالضبط. الفكره دي جت ازاي؟ هايله. انا يعني قعدت اجمع قاره افريقيا فيها ما يعني هحكي لك الحكايه بعدين. شايفه ان العنصر النسائي يعني هو اللي دايما الام هي اللي دايما ولاده او هي دايما وليده الافكار او هي اللي بتدعم اي شعوب في الدنيا هي اساسها الام الافريقيه. وممكن تشوفي اللوحه بكذا منظور يعني هي معروضه كده بس هي اساسها الام هي هنا. كل اللي في القاره دي الرموز الافريقيه وده بلد افريقي بيشرب الرموز دي. يعني بيلتهم الثقافه والحضاره من والدته. وبعدين طالع منه شجر اللي هو رمز الخير وفي الحمام رمز السلام. تلاقي فيه الفيل رمز القوه العاج بتاع الفيل داخل في الشجر. فهي قصه كبيره جدا يعني قصه كبيره جدا, جداً. أنا الفكره جات لك منين يعني كنت قاعده بتفكري في ايه وقتها وانت بتعملي هي الفكره كلها قاره افريقيا هي القاره الام. يعني هي انت شايفه كده انا قاره افريقيا هي القاره الام. والام هي فعلا اساس كل حاجه وهي اللي الواحد بيتعلم منها كل حاجه حلوه. هي اللي بتدي الدعم الثقه الامان السلام الخير. فحطيت كل رموز القوه والخير والتربيه ورموز الحضاره الافريقيه كلها يعني. هايله هايله. يعني لخصتي فكره ممكن مش كتير يفكروا فيها الحقيقه او مش كتير ممكن شباب يجي لهم الفكره دي. والفكره هي فعلا ان الام مدرسه بس انت ما اخترتيش اي ام انت اخترتي الام الافريقيه بالتحديد لانك شايفه ان القاره الافريقيه هي الاساس بالزبط. الحضارات كلها دي بالزبط. حاجه جميله جدا الحقيقه ده ندل على شيء يدل ان انت فنانه متميزه جدا الحقيقه وليكي حاجات مميزه اكتر. ناخد حسام وبرده عايز اعرف المشروع اللي انت شاركت بيه. ايوه العمل بتاعي عمل مكون من جزئين اسم العمل راعي الغنم. اول لوحه اول جزء من العمل للراعي وماسك ايد بنته هي والتاني جزء للغنم اللي هو من غيره الراعي مش هيبقى موجود. بس هو ده عمل ببساطه. انا شايف يعني ان هو احسن حاجه ان معانا هنا المشروع ده لو نقدر نعرضه حالا ممكن نعرضه على ده الجزء الاول. هو العمل مكون من جزئين ده الجزء الاول الراعي مع بنته
وسائط متعددة على خشب MDF ده اللي استخدمته فيها. ده الجزء الأول من اللوحة. وفي جزء تاني للغنم اللي هو من غيره مش هيبقى فيه رأي. يعني فكرة اللوحة أو الطريقة اللي بحب أعبر عنها هي الثقافة. يعني الثقافة المصرية بتاعتنا رأي الغنم، عربية الفول، الحاجات البسيطة دي، هي دي أكتر حاجات أنا شايف إن إحنا نعرف نعبر عنها، وهي أكتر حاجات بتعبر عن الواقع بتاعنا ده. طيب. شايف ان الفنان اكتر حاجه يعني يعرف يمسك فيها والثقافه بتاعته. هي الالوان رائعه الحقيقه. انا عايز اعرف استوحيت الالوان دي منين كمان؟ يعني جت من الطبيعه كلها واضحه ان انت الاخضر والازرق واللون هو الكافيه البني ده. لون الخشب الام دي اف ده قريب من لون الصحراء، هو اصلا لونه كده الخشب. يعني انا سبت جزء كبير جدا من لون اللوحه بنفس لون الخشب. اوكي. واللون الازرق ده جواش، الوان جواش بس. هايل. انا عايزه اروح لمحمد بس سريعا نروح لتقرير مع بعض، وهو تقرير عن الشباب والفنون التشكيليه، وبعدين نرجع مع بعض نكمل كلامنا مع ضيوفنا الاعزاء اللي موجودين معنا في الاستوديو. بس قبل ما نجهز التقرير عايزه اشوف محمد انت شاركت بايه. انا كنت مشارك بتمثال خزف من الطين. هو التمثال فكرته كلها كان معمول عن العنصريه. كان في فتره من الفترات كانت ابتدت موجود تنتشر. معنا برضه صح؟ موجود. اوكي. احنا برضه ممكن نعرضه وانت بتتكلم كده. هو الفكره كلها كان في فتره من الفترات كده في اخر السنه اللي فاتت كان طلع قوي موضوع العنصريه. وبصراحه انا يعني كشاب يعني بدات الاحظه في ملاعب الكره، بالذات ملاعب الكره الاوروبيه كان موضوع العنصريه قوي. فخدت تمثال هو متراث اليوناني اصلا، غيرت ملامحه شويه لملامح افريقيه يعني كدليل ان كلنا واحد. ان انت حاولت ان انت يعني مزج من الحضارات برضو شويه. تمزج الحضارات بالظبط. ودي كده اسالكم على فكره جات لكم ازاي، خصوصا محمد الفكره الافكار رائعه، وحسام برضو وروشان كلكم افكاركم جميله جدا، ومش اي حد من الشباب وهو زي ما بنقول كده منهمك جدا في الدراسه او بيكون مهتم انه يجيب درجات عاليه، في نفس الوقت انتم مهتمين بالدرجات الفنيه او مهتمين بالنواحي الفنيه من الحياه، ودي حاجه مهمه جدا. هروح مع كل ضيوفنا الاعزاء الحقيقه وكل جمهورنا ونشوف تقرير الشباب والفنون التشكيليه، وبعدين نرجع مع بعض نكمل فقراتنا.